من طرائف الحسن الثاني. هل تعلم أن الحسن الثاني كان يتدخل في أدق تفاصيل المنتخب المغربي، بل يلعب أحيانا دور المدرب؟ يذكر الحارس المغربي حميد الهزاز أنه قال له يوما بأنه كان يبتعد قليلا عن مرماه: قد أضطر لربطك مع قائم المرمى إذا بالغت في مغادرة عرينك. وهو ما كان يتعارض مع توجيهات المدرب فيدنيك الذي كان يدعوه للخروج من أجل التحكم في الكرات العالية.